السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائية، أهلا بكم. والبداية بالعناوين. فخامة رئيس الجمهورية يتلقى عددا من برقيات التهاني بمناسبة ذكرى الوحدة اليمنية. ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 193 حالة، بينها 33 حالة وفاة. قوات الجيش تسيطر على مواقع جديدة شرق مدينة الحزم بالجوف ومصرع عدد من القيادات الحوثية في الضالة. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وفي أخبارنا المحلية تتابعون أيضا: محافظ مأرب يدشن المرحلة الأولى من تشغيل محطة مأرب الغازية. افتتاح عدد من الأقسام الصحية بمستشفى حورة بحضرموت وغرفة العزل لجائحة وباء كورونا. أهلا بكم إلى التفاصيل. تلقى فخامة الرئيس عبد رب منصور هادي رئيس الجمهورية برقية تهنئة من أخيه أمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أنه فيها بمناسبة العيد الوطني 30 للجمهورية اليمنية 22 من مايو. وعبر أمير الكويت في البرقية عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني، متمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية وأن يسود الأمن والاستقرار كافة ربوع اليمن. تلقى فخامة الرئيس عبد رب منصور هادي رئيس الجمهورية برقية تهنئة من صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان، أنه فيها بمناسبة العيد الوطني 30 للجمهورية اليمنية 22 من مايو. وقال سلطان عمان في البرقية: يطيب لي بمناسبة اليوم الوطني للجمهورية اليمنية أن أبعث لفخامتكم بأصدق التهاني وأطيب التبريكات بهذه المناسبة، متمنيا لكم موفور الصحة والسعادة والعمر المديد، داعيا الله أن يحقق للشعب اليمني كافة تطلعاته نحو السلام والاستقرار والازدهار. تلقى فخامة الرئيس عبد رب منصور هادي رئيس الجمهورية برقية تهنئة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أنه فيها بمناسبة العيد الوطني 30 للجمهورية اليمنية 22 من مايو. وقال الرئيس الروسي: يطيب لي أن أبعث إلى فخامتكم التمنيات بمناسبة الذكرى 30 لإقامة الدولة اليمنية الواحدة، وأود أن أؤكد أن روسيا الاتحادية تدعم دعما كاملا الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق استقرار الوضع في بلدكم وتسوية الأزمة اليمنية بطريقة الحوار السلمي، متمنيا لفخامتكم الصحة والسعادة وللشعب اليمني عودة الحياة والاستقرار. تلقى فخامة الرئيس عبد رب منصور هادي رئيس الجمهورية برقية تهنئة من ملك مملكة السويد كارل السادس عشر جوستاف، أنه فيها بمناسبة العيد الوطني 30 للجمهورية اليمنية 22 من مايو. وعبر ملك السويد في البرقية عن تهانيه الصادقة بهذه المناسبة الوطنية، متمنيا لفخامة الرئيس الصحة والسعادة وللشعب اليمني التقدم والازدهار. تلقى فخامة الرئيس عبد رب منصور هادي رئيس الجمهورية برقية تهنئة من ملك مملكة أسبانيا فيليب السادس، أنه فيها بمناسبة العيد الوطني 30 للجمهورية اليمنية 22 من مايو. وعبر ملك أسبانيا في البرقية عن أصدق التهاني وأطيب التبريكات بهذه المناسبة، متمنيا لفخامته موفور الصحة والسعادة وللشعب اليمني الخير والسلام. تلقى فخامة الرئيس عبد رب منصور هادي رئيس الجمهورية برقية تهنئة من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه فيها بمناسبة العيد الوطني 30 للجمهورية اليمنية 22 من مايو.
وعبر الرئيس الأوكراني في البرقية عن خالص التهاني وأطيب التبريكات بهذه المناسبة الوطنية، مؤكدا انفتاح الجانب الأوكراني بتطوير التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، متمنيا لفخامة الرئيس موفور الصحة والسعادة وللشعب اليمني السلام والرخاء. تلقى فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية برقية تهنئة من ولي عهد دولة الكويت سمو الشيخ صباح خالد الأحمد الصباح أنه فيها بمناسبة العيد الوطني 30 للجمهورية اليمنية 22 من مايو. وعبر ولي عهد الكويت عن خالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الوطنية، متمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية وأن يسود الأمن والاستقرار كافة ربوع اليمن. رفع نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس المشير الركن عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة أنه فيها وجماهير الشعب اليمني وأبطال الجيش بمناسبة العيد الوطني 30 للوحدة اليمنية المباركة وحلول عيد الفطر المبارك وجاء في البرقية. يطيب لي أن أرفع لفخامتكم أسماء آيات التهاني والأمنيات والتبريكات تزامنا مع المناسبتين العظيمتين التي تشهدها بلادنا وأمتنا، الذكرى 30 للوحدة اليمنية المباركة التي تحققت في 22 من مايو 1990 ميلادية، ومناسبة عيد الفطر المبارك، سائلا الله أن يعيد عليكم وعلى كل أبناء شعبنا اليمني وأنتم بموفور الصحة والعافية، وقد تحقق لشعبنا ما يصبو إليه من خير وفرج وسعادة وازدهار وصلاح للأحوال. وإننا ونحن نشهد هاتين المناسبتين الوطنية والدينية في ظل ما تشهده بلادنا وأمتنا من أزمات أمنية وإنسانية غير مسبوقة، لا نملك إلا أن نتضرع إلى المولى عز وجل بأن يخرج شعبنا وأمتنا من هذه الأزمات، ونعبر عن احترامنا وتقديرنا الكبير لشعبنا العظيم الصابر على ما يعانيه من محن وحروب، وهو يقف منذ 6 سنوات بصمود ورباطة جأش بوجه أخطر هجمة انقلابية إمامية حاقدة وما نتج عنها من تداعيات وبروز لمشاريع مشبوهة في بعض مناطق البلاد. ثم أتت الأزمة الإنسانية التي يمر بها العالم منذ ظهور وباء كورونا لتضيف على أبناء شعبنا مزيدا من الأعباء والتبعات في ظل ظروف صحية ومجتمعية معقدة تضاعف من هذه المعاناة. إننا إذ نعيش مع شعبنا مشكلاته وندرك أوجاعه وصبره الفريد لندعو كل الضمائر ونستنهض كل القيم والخصال الحميدة في نفوس اليمنيين للتضامن والوقوف مع بعضهم تجاه هذا الوضع المأساوي بالغ الخطورة، كما نجدها فرصة لحث كل الأجهزة الحكومية والسلطات المحلية والمؤسسات وفروعها لبذل أقصى طاقتها في سبيل التخفيف عن المواطنين. وسيذكر التاريخ أن العصابات الإنقلابية التي استولت على المؤسسات العامة وتولت بقوة السلاح أمر المواطنين في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات فنهبت حقوقهم وأوقفت رواتبهم وأوقفت عليهم الخدمات الضرورية، ولم تقم بأدنى واجب في درء خطر الوباء المتفشي، واكتفت بالتفرغ للحروب ضد بقية الشعب ونهب حقوقه. هي عصابات ستلعنها الأجيال وكل من فرض نفسه عائقا بين الشعب وحقوقه وصحته واستقراره. وإن هذه الميليشيات بممارساتها وإدارتها اللامسؤولة تجاه هذه الكارثة أعادت إلى الأذهان ما حفظه التاريخ ووعته ذاكرة الأجيال اليمانية من إجرام أسلافهم السلاليين من الأئمة الذين شهدت أغلب فترات تواجدهم في حياة شعبنا انتشار الأوبئة والمجاعات والكوارث، حتى أصبح اسم الإمام في الذاكرة الشعبية مقترنا بالطاعون والفناء كصنوان لا يفترقان. فخامة الأخ الرئيس، إننا إذ نعيش الذكرى 30 للوحدة اليمنية المباركة في ظل ما تشهده البلاد من مخططات ومؤامرات تستهدف بنية اليمن ووحدته طائفيا ومذهبيا ومناطقيا،
نتذكرها كحدث وحلم يماني ناضلت من أجله الحركة الوطنية شمالا وجنوبا قبل أن تكون بعض الممارسات ندبات شوهت وجهها المشرق. ثم جاءت جحافل الانقلاب لتصيب وحدتنا الاجتماعية والسياسية بطعنات غائرة، ذلك لأن الإمامة العنصرية لا شيء يقلقها كوحدة الشعب ووعيه وتماسكه حول مشروع وطني جامع. وإننا اليوم نرى في مشروع اليمن الاتحادي الذي توافقت عليه القوى السياسية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل مخرجا ملائما للحفاظ على مصالح الشعب وتطلعات كل أبنائه. إننا على ثقة إن بعد هذا الليل المظلم فجر وإشراقة مرتقبة، فقدر شعبنا اليمني عبر تاريخه الطويل أن ينتصر في كل جولات الصراع مع خصومه من الإنقلابيين والمتآمرين وحملة المشاريع الصغيرة. وفي تاريخ الحركة الوطنية المعاصرة ما يجعلنا نوقن أن فجر اليمني أصبح قريبا بإذن الله، ولن تستطيع أي قوة متآمرة أن تنال من هويته أو وحدته وشموخه. فخامة الأخ رئيس الجمهورية، بحلول المناسبتين العظيمتين ننتهز الفرصة لتهنئة أبناء شعبنا اليمني الصابر رجالا ونساء، وفي مقدمتهم رجال وأبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في كل الجبهات ممن يرسمون بدمائهم وتضحياتهم رغم المخاطر والصعاب مستقبلنا المنشود، سائلين الله لهم النصر والسداد. كما لا يفوتنا أن نتوجه بالتحية والشكر والتقدير للأشقاء الأوفياء في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز على ما يقدمونه من جهود ومواقف أصيلة وكبيرة، مؤكدين أن نجدتهم واستجابتهم لليمن الذي يمر بأصعب مرحلة ستقابلها الأجيال اليمنية بالوفاء والعرفان. نكرر لفخامتكم التهنئة بهاتين المناسبتين الوطنية والدينية العظيمة، سائلين المولى جل وعلا لكم موفور الصحة والسلامة، ولشعبنا العظيم الأمن والسلام والتقدم والازدهار. الخلود للشهداء الأبرار، الشفاء للجرحى، الحرية للأسرى والمختطفين. رفع رئيس مجلس النواب سلطان البركاني برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس المشير الركن عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة العيد الوطني 30 للجمهورية اليمنية 22 من مايو وحلول عيد الفطر المبارك جاء فيها. رفع رئيس مجلس النواب سلطان البركاني برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس المشير الركن عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة العيد الوطني 30 للجمهورية اليمنية 22 مايو وحلول عيد الفطر المبارك جاء فيها. في هذه اللحظات العصيبة من تاريخ شعبنا وفي وقت صعب بظروف خطيرة تعمل أدوات الشر من الميليشيا الانقلابية الحوثية في الشمال إلى ميليشيات المجلس الانتقالي في الجنوب على تفتيت النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية والقضاء على الجمهورية والوحدة والديمقراطية وبما يحدثونه على الأرض وعلى العقول والمبادئ والمذاهب والدين السمح أو بما يصدرونه من مراسيم سيادية هي من اختصاص المؤسسات الدستورية وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة وما يشكله ذلك من خطر على النظام العام والسلم والممارسات والأمن والسكينة العامة والسيادة الوطنية متزامن مع الكوارث الوبائية والصحية التي ألقت بكل أثر السلبية وضربت أطنابها في أرجاء وطننا وعلى رأسها الجائحة الخطيرة كورونا والحميات المصاحبة لها، ورغم ما يعانيه أبناء شعبنا اليمني جراء الأمراض وعبث الميليشيات وتصرفها الرعناء، يحل علينا العيد 30 للوحدة اليمنية المباركة في 22 من مايو عام 1990 متزامنا مع عيد الفطر المبارك لهذا العام أعادهم الله على شعبنا وقد تحقق له كل ما يصبو إليه. وإننا لنؤمن جميعا يا فخامة الرئيس أن الوحدة اليمنية تمثل أعظم منجز لشعبنا اليمني والمنطقة العربية في القرن 21 وتشكل تحولا تاريخيا في حياة شعبنا بعد معاناة طويلة وجروح غائرة خلفها التشطير والصراع على السلطة ودموية الانقلابات وجموح الأيديولوجيات وحالة الاستقطاب الدولي وصراع المصالح.
لقد أتت 22 من مايو عام 1990 بآفاقها الرحبة الواسعة ومشروعها الوطني والسياسي والإنساني منقذة لشعب أبي صاحب حضارة وتاريخ وتعلى راياته خفاقة في كل الأرجاء وتتعاظم منجزاته ويحقق معدلات عالية في التنمية والتطور والحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان. وهنا يا فخامة الرئيس يطيب لي أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي أعضاء مجلس النواب أن نهنئكم وشعبنا اليمني الأبي بهاتين المناسبتين العظيمتين، متمنين لكم ولشعبنا اليمني دوام الرفعة والعزة والتوفيق، كما نبتهل إلى الله العلي القدير أن يحفظ شعبنا من سوء المحن والأوبئة التي تعصف بالبشرية في هذا الزمن الاستثنائي، ونشد على أيديكم في الجهد والوقت والمتابعة التي تمضون بها في سبيل الخروج من هذه المغارة المظلمة والتخفيف على المواطنين من وطأة الأوبئة التي تحاصر سكان بعض المدن وبالذات مدينة عدن المنكوبة التي تداهم الأوبئة سكانها من كل جانب، حيث تفتك بهم الحميات القاتلة وفيروس كورونا. لا ريب في أنها أيام مظلمة وأوقات عصيبة عصفت بالبلاد منذ أن اجتاحت الميليشيات الانقلابية الحوثية عاصمة الجمهورية اليمنية صنعاء وانقلبت على شرعية الدستورية واستولت على السلطة بقوة السلاح، لكننا نثق بقدرتكم وشعبنا وقواه الحية على المزيد من الجهد وبتعاون الأشقاء في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية من أجل الخروج الآمن من قلب العاصفة والعودة إلى الحياة الآمنة المستقرة بما يحفظ النظام الجمهورية والديمقراطية والوحدة اليمنية حية نابضة ومزدهرة وهزيمة الميليشيا الانقلابية وعودة الدولة الشرعية على كامل الأرض اليمنية الطيبة، متمنين أن ينفذ اتفاق الرياض بشكل عاجل وتعود الميليشيات الانتقالية عن غيها ويتمتع أهلنا بالمحافظات الجنوبية الشرقية بنعمة الأمن والسلام والاستقرار وعودة السكينة العامة والنشاط الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي إلى ما كان عليه قبل الخطوات الانتحارية التي أقدم عليها المجلس الانتقالي والتي لا تتفق مع إرادة اليمنيين ولا وثائقهم السياسية ولا اتفاق الرياض والجهود التي يقوم بها أشقاء كرام يعملون كلما بوسعهم لنصرة الشعب اليمني واستعادة مكانته ودوره بين الأمم وتجاوز كل المحن. حفظ الله اليمن ووحدته، وكل عام وبلادنا في خير وأمن ورخاء. رفع رئيس مجلس الوزراء دكتور معين عبد الملك برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة احتفالات شعبنا بالذكرى 30 لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في 22 من مايو 1990 وذكرى 5 لتحرير العاصمة المؤقتة عدن من ميليشيا الحوثي الإنقلابية وقرب حلول عيد الفطر المبارك. وعبر رئيس الوزراء في البرقية باسمه ونيابة عن أعضاء الحكومة عن أسمى آيات التهاني والتبريكات لفخامة رئيس الجمهورية ومن خلاله إلى جميع أبناء الشعب اليمني الأبي والصامد في الداخل والخارج بهذه المناسبات العظيمة المتزامنة والتي تأتي في ظروف استثنائية تتطلب المزيد من الالتفاف حول القيادة الشرعية لتجاوزها، مشيرا إلى أن الحكومة وتحت قيادة فخامة رئيس الجمهورية تعمل بجهد استثنائي على تخفيف الأزمات والمعاناة المركبة التي يواجهها المواطنين وآخرها تفشي وباء كورونا والحميات والأوبئة الأخرى رغم كل العراقيل والتحديات في ضوء المستجدات الأخيرة. وأضاف رئيس الوزراء إن تزامن ذكرى إعادة تحقيق الوحدة اليمنية مع تحرير العاصمة المؤقتة عدن من ميليشيا الحوثي الإنقلابية يذكرنا من جديد بالعدو المشترك ومشروعه العنصري الدخيل الذي يهدد عروبة وكينونة ووجود اليمن، ويجعل الحاجة أكثر من أي وقت مضى بضرورة الالتفاف حول قيادة فخامة رئيس الجمهورية لاستعادة الدولة وإنهاء المشروع الإنقلابي الحوثي والتوجه لبناء اليمن الاتحادي الجديد القائم على التوزيع العادل للثروة والسلطة وتصحيح مظالم وأخطاء الماضي. وقدم الدكتور معين عبد الملك سعيد التهاني لأبطال الجيش والأمن والمقاومة الشعبية المرابطين في الميادين، وقال في هذه المناسبات العظيمة: نجد أنه من دواعي الفخر والاعتزاز أن نهنئ رجال الجيش الوطني والأمن وأشقائهم من رجال المقاومة الشعبية الذين يرابطون في كل جبل ووادي من أجل الدفاع عن حلم اليمنيين في حياة حرة كريمة.
ومن أجل بناء دولة يعيش في ظلها كل اليمنيون كرماء أحرار يحميهم القانون، كما حنأ رئيس الوزراء قيادة دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وأفراد وضباط قوات التحالف الذين شاركوا منذ اللحظة الأولى ولا يزالون هذه الملحمة التاريخية العظيمة استشعارا منهم لواجب الإخاء ودواعي الجيرة والشراكة، وأهبوا بكل ما أوتوا من قوة لدفع هذا الخطر الوجود عن اليمن والمنطقة العربية. واختتم رئيس الوزراء برقيته بالتهنئة الصادقة إلى فخامة رئيس الجمهورية وكل أبناء شعبنا اليمني العظيم في الداخل والخارج بمناسبة ذكرى إعادة تحقيق الوحدة اليمنية وتحرير العاصمة المؤقتة عدن وقرب حلول عيد الفطر المبارك، سائلا الله العلي القدير أن يرحم شهدائنا الأبرار ويشفي جرحانا وأن يعيد علينا هذه المناسبات وقد تحقق كل ما نصبو إليه من استقرار وأمن وازدهار. رفع وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز برقية تهنئة لفخامة الرئيس المشير الركن عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة العيد الوطني 30 للجمهورية اليمنية جاء فيها: يطيب لنا باسم كافة منتسبي القوات المسلحة قادة وضباط وصف وجنود أن نرفع إلى فخامتكم أسماء آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول الذكرى 30 للوحدة اليمنية المباركة والتي تتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك، متمنين لفخامتكم التوفيق والسداد في المهام الوطنية الملقاة على عاتقكم والمسؤوليات الجسيمة التي تتحملونها في مرحلة معقدة في سبيل قيادة سفينة الوطن والانتقال به إلى غد مشرق ومستقبل فخامة الرئيس. تحل علينا هاتين المناسبتين الغاليتين وشعبنا اليمني العظيم يكتب فصولا جديدة من تاريخ الوطن ويخوض معركته المصيرية في سبيل استعادة دولته وشرعيته وأرضه وكرامته ودحر الميليشيا الانقلابية المدعومة من إيران الحالمة بالعودة إلى الماضي الإمامي البائد والاستبدادي. كما تحل المناسبتين العظيمتين وأبطال قواتنا المسلحة يخوضون معارك الفداء والكرامة ويسطرون ملاحم البطولة والتضحية الوطنية في مختلف المناطق والجبهات دفاعا عن الثورة والجمهورية والوحدة تحت قيادة ورعاية فخامتكم ومتابعتكم الحثيثة وإشرافكم المباشر على سير معركة التحرير. كما نجدد التعبير عن شكرنا وتقديرنا للأشقاء في دول التحالف العربي الداعمة للشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة على مواقفهم الأخوية المساندة لشعبنا في استعادة دولته ومؤسساته الشرعية. ونجدد لفخامتكم التهاني بهاتين المناسبتين العظيمتين سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء الأبرار بالرحمة والغفران وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل وأن يكتب النصر للأبطال المرابطين في مواقع الشرف والبطولة. رفع رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي اللواء ركن عبد الحذيفي ورئيس جهاز الأمن القومي اللواء أحمد المصعبي برقية تهنئة لفخامة الرئيس المشير عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة العيد الوطني 30 للجمهورية اليمنية. وعبر المصعبي والحذيفي باسم جنود وصف ضباط الجهازين عن أسماء آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العظيمة والتي تأتي متزامنة مع عيد الفطر المبارك، مجددين العهد لفخامته وللشعب اليمني العظيم بالمضي قدما في الدفاع عن الجمهورية والدولة ومؤسساتها وأسقاط كل أشكال التآمر والتطرف العقائدي والكهنوتي والمناطق وحماية الجمهورية اليمنية الاتحادية. أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد أن غدا السبت هو المكمل لشهر رمضان 1441 هجرية وأن يوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك. وقالت وزارة الأوقاف والإرشاد في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمني السبا نسخة منه: بفضل من الله وبعد التواصل المستمر مع لجنة رؤية هلال شوال لهذا العام ومتابعتهم للهلال في المناطق المتوقع ظهوره فيها في السواحل اليمنية بالحديدة وعدن، فقد ثبت تعذر رؤية هلال شهر شوال بعد التحري مساء هذا اليوم، وبذلك يكون يوم غد السبت الموافق 23 من مايو 2020 ميلادية
هو المكمل عدة شهر رمضان 30 يوما، وبعد غد الأحد 24 من مايو هو الأول من أيام عيد الفطر المبارك لقول النبي الأعظم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 يوما. ورفعت الوزارة أسمايات التهاني والتبريكات لفخامة القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية وكافة أبناء الشعب اليمني بمناسبة عيد الفطر، سائلة المولى عز وجل أن يجعله عيد خير وسلام وأمان ونصر لشعبنا اليمني العظيم وأمتينا العربية والإسلامية. أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا مستجدات الحالة الوبائية لفيروس كورونا خلال الساعات الأخيرة، حيث تم تسجيل 13 حالة إصابة مؤكدة جديدة بينها 3 وفيات. وقالت اللجنة أنه تم تسجيل حالات إصابة جديدة في عدن ليرتفع عدد الحالات في محافظة عدن إلى 91 حالة مصابة بينها 5 وفيات، كما تم تسجيل 6 حالات إصابة جديدة مؤكدة في محافظة حضرموت وبينها حالتي وفاة، لتصل بذلك عدد الحالات المصابة في محافظة حضرموت إلى 45 حالة مصابة بينها 15 حالة وفاة، وبالتالي تصبح حضرموت المحافظة الثانية التي تلي عدن من حيث عدد الإصابات والأولى من حيث عدد الوفيات في الجمهورية. كما أعلنت اللجنة تسجيل 5 حالات جديدة مصابة في محافظة شبوة وبينها حالة وفاة، لتصل بهذا العدد الحالات المسجلة في محافظة شبوة إلى 8 حالات بينها حالتي وفاة. كما تم أيضا تسجيل حالة إصابة جديدة في تعز ليصل عدد الحالات في محافظة تعز إلى 18 حالة بينها 3 وفيات، وبهذا يرتفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة التراكمية المصابة بفيروس كورونا في بلادنا منذ 10 أبريل الماضي إلى 193 حالة إصابة مؤكدة بينها 33 حالة وفاة، فيما تعافت 5 حالات حتى الآن. هذا وأوضحت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا أن تقاريرها لا تشمل الحالات المصابة في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية الإنقلابية بسبب عدم القدرة على التحقق من الأرقام الفعلية للإصابات. أعلنت قوات الجيش الوطني السيطرة على مواقع جديدة كانت تحت سيطرة الحوثيين شرق مدينة الحزم مركز محافظة الجوف. وقال مصدر عسكري أن قوات الجيش أطلقت عملية عسكرية ضد ميليشيا الحوثي شرق مركز المحافظة، مؤكدا تمكن قوات الجيش من السيطرة التامة على جبل منصور ومواقع الشركة ومحاصرة بعض المواقع الأخرى. وأوضح المصدر أن الجيش قتل 4 من مسلحي الحوثي وأسر 16 آخرين خلال العمليات العسكرية. ذكرت مصادر عسكرية أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت بعدة غارات مواقع وتجمعات لميليشيا الحوثي الإنقلابية الإرهابية المدعومة من إيران في حبيل يحيى وحبيل عبيد وحبيل السماعي غربي وجنوب غرب منطقة الفاخر غرب مديرية قعطبة بمحافظة الضالع. ووفقا للمصادر قتل 6 من كبار قيادات الميليشيا الحوثية التي كانت متواجدة أثناء القصف، بالإضافة إلى عدد آخر من عناصر الميليشيا الإنقلابية. وأكدت المصادر أن بين أبرز القيادات الحوثية صريع أبو علي السالمي وإن حدروا من مديرية خولان محافظة صنعاء وأبو محمد الدغيش من محافظة عمران وأبو جبريل وجيه الدين من منطقة ميتم بمحافظة إب وعدد من مرافقيهم. وفي منطقة حبيل السماعي على محاذاة من حبل العبيد قتل بغارة عدد من القيادات الحوثية ومرافقيهم. كما استهدفت المقاتلات تعزيزات حوثية وعدد من التحصينات التابعة للميليشيا الإنقلابية. أفشلت قوات الجيش الوطني هجمات لميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران في جبهة قانية بمحافظة البيضاء.
ورصدت قوات الجيش الوطني هجمات حوثية على مواقعها في جبهة قانية تمكنت إثرها من إفشالها، وأجبرت قوات الجيش مجاميع الميليشيا الإنقلابية على التراجع والفرار بعد تكبيدها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح. ويأتي ذلك فيما تواصل قوات الجيش التزامها بتوجيهات فخامة الرئيس المشير الركن عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بوقف إطلاق النار استجابة لدعوة الأمم المتحدة لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا. أخبارنا المحلية مشاهدينا الكرام تابعونها بعد هذا الفصل. دشن محافظ مأرب اللواء سلطان بن علي العرادة ومعه نائب وزير الكهرباء المهندس عبد الله هاجر تشغيل المرحلة الأولى من المحطة الغازية لإنارة المحافظة بقدرة 55 ميجاوات، وأعلن عن مرحلة توسيعية للمحطة بقدرة 120 ميجاوات إضافية، وذلك بالتزامن مع احتفالات الشعب اليمني بالعيد الوطني 30 لقيام الجمهورية اليمنية 22 من مايو. وأوضح المختصون في المحطة أن دخولها الخدمة سيتم بالتدريج ابتداء بأربعين ميجاوات، وسيتم تغطية مديرية الوادي وأرياف مديرية مأرب ومديرية مدغل ورغوان ومجزر، وسيتم إدخال 15 ميجاوات المتبقية لتغطية الدمشقة والمناطق المجاورة لها خلال الأسابيع القليلة القادمة. ووجه المحافظ إدارة الكهرباء بسرعة إنجاز الربط للمديريات الجنوبية بمشروع الطاقة، وأهاب بالمواطنين استشعار أهمية هذا المشروع والمساعدة في الحفاظ عليه من خلال ترشيد استهلاك الطاقة والتعاون مع إدارة الكهرباء. افتتح وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام محمد السعيدي بمستشفى حورة بمديرية وادي العين وحورة جهاز قسم الأشعة السينية الدكتال بتمويل من السلطة المحلية بوادي والصحراء حضرموت وقسم العناية المركزة بتمويل من شركة كالفالي، إضافة إلى افتتاح غرفة العزل الاحترازي لجائحة فيروس كورونا بتمويل من مكتب وزارة الصحة العامة والسكان. واستمع الوكيل الصعيدي ومدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بحضرموت الوادي والصحراء الدكتور هاني خالد العمودي ومدير عام مديرية وادي العين وحورة سالم صالح بن عبادين باوزير من مدير إدارة مكتب الصحة العامة والسكان بالمديرية سالم عبدالله باوزير إلى شرح حول الأوضاع الصحية بالمديرية في ظل الإجراءات الاحترازية لجائحة فيروس كورونا والجهود المبذولة وفقا وتوجيهات قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والوادي، إضافة إلى الخدمات الصحية التي تقدمها مستشفى حورة وجهود الطاقم الطبي في تقديم الخدمات لأهلهم بالمديرية. وأكد الوكيل الصعيدي على أهمية أن يبذل الكادر الصحي أقصى الجهود في هذه الظروف الاستثنائية التي يتطلب الجميع العمل كفريق واحد لخدمة أهله ومجتمعه. دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية العمل في مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية بمديرية حيران بمحافظة حجة، ودشن العيادة الطبية المتنقلة بمديرية عبس بالتعاون مع مؤسسة طيبة للتنمية. وأوضح مدير مكتب الصحة بالمديرية الدكتور عمر مشمت أن المشروعين سيسهمان في التقليل من ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض الوبائية كالكوليرا والملاريا، وسيوفران مساحات العزل الطبي للمصابين بالأمراض الوبائية ومن ضمنها وباء كورونا، ويضم مركز الطوارئ أقسام الفرز والتسجيل والملاحظة والعلاج والتنويم والتعافي والصيدلة والصيدلية، ويتوقع أن يستفيد منها 10,000 شخص ويعمل فيه 3 أطباء متخصصين في علم الأوبئة و13 ممرضا و3 صيادلة، بالإضافة إلى الكادر الفني والعمال، فيما تتكون العيادة الطبية المتنقلة في مديرية عبس من عيادة طبيب وغرفة التمريض وصيدلية، ويعمل فيها طبيب عام وممرض وصيدلي لخدمة 3,000 مستفيد بهدف تقديم خدمة الرعاية الصحية وخدمات التحصين للأطفال والأمهات وخدمة علاج الإصابات. دشن وكيل محافظة عدن لشؤون الشباب عبد الرؤوف زين مشروع الاستجابة العاجلة لتوزيع معدات السلامة المهنية للطواقم الطبية بمراكز كورونا وبتمويل من مؤسسة بازرعة التنموية الخيرية بمديرية صيرة. وأشاد الوكيل عبد الرؤوف السقاف بمبادرة مؤسسة بازرعة في دعم وتنفيذ مشروع الاستجابة العاجلة لمراكز كورونا في العاصمة عدن للطواقم الطبية الذين يعملون في الخط الأول لمجابهة جائحة كورونا.
وأكد دعم وتشجيع السلطة المحلية لكل المبادرات الإنسانية والمجتمعية والتي تساهم في التخفيف من معاناة أبناء العاصمة عدن، سواء فيما يخص مواجهة جائحة كورونا والحميات والأوبئة الأخرى، أو فيما يتعلق بالجوانب الإنسانية والخدمية الأخرى. ومن جانبها أوضحت الدكتورة أروى ناصر عقيل مدير مركز بازرعة الصحي أن تنفيذ مشروع الاستجابة العاجلة البالغ تكلفته 30,000 دولار بتمويل من المؤسسة سيشمل توزيع معدات السلامة المهنية على الطواقم الطبية في 12 مركزا لمواجهة جائحة كورونا. دشنت مؤسسة الضمير الخيرية الاجتماعية أمس توزيع زكاة الفطر للعام الحالي الممولة من جمعية إحياء التراث الإسلامي بدولة الكويت الشقيقة، وتشمل قطم أرز تستفيد منها 500 أسرة من المحتاجين والمرضى والفقراء في 5 مديريات بوادي حضرموت، هي سيئون وتريم وشبام والقضن والسوم. أثناء التدشين شكر مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالوادي والصحراء الدكتور عبد الله بقهام، شكر الدور الإنساني الذي تقوم به جمعية أحياء التراث الإسلامي بدولة الكويت الشقيقة لمساندة الشعب اليمني في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها اليمن حاليا، مجددا الشكر لمؤسسة الضمير الخيرية الاجتماعية التي تسعى قيادتها جاهدة لتنفيذ المشاريع الإنسانية بإشراف مكتب الشؤون الاجتماعية لتخفيف معاناة الكثير من المحتاجين. ومن جانبه أوضح رئيس مؤسسة الضمير الخيرية الاجتماعية أبو بكر الهدار أن مشروع زكاة الفطر الذي تنفذه المؤسسة سنويا بدعم من جمعية إحياء التراث بدولة الكويت يأتي ضمن مشاريعها الخيرية الإنسانية لتقديم العون والمساعدة للمحتاجين والمرضى والفقراء في عدد من مديريات وادي حضرموت. نفذ صندوق النظافة والتحسين بمحافظة أبيان برعاية محافظ المحافظة وتمويل مصنع اسمنت الوحدة حملة نظافة واسعة ورش ضبابي ورودادي في مدينة جعار وضواحيها. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير الذي أعده الزميل ردفان عمر. بدأت مساء أمس بمدينة جعار محافظة أبيان حملة نظافة واسعة ورش ضبابي ورذاذي التي ينفذها صندوق النظافة والتحسين برعاية محافظ المحافظة اللواء الركن أبو بكر حسين سالم وبدعم وتمويل مصنع اسمنت الوحدة. وقبل انطلاق الحملة التي انطلقت من جسر القسمة في جعار وتقاطع الطريق العام لمنطقة الحصن، عبر مدير عام مديرية قنفر الشيخ نصر عبد الله المنصري عن شكره وتقديره لكل من أسهم في انطلاقة الحملة، آملا أن تبلغ النجاح المأمول وراجيا تعاون جميع أبناء المديرية. نشكرهم على كل هذا الدعم ونشكرهم على إنجاح هذه الحملة التي نرجو منها أن تحقق الأهداف التي نصبوا إليها، ونشكر الشيخ محمد علي العسائي على تمويل هذه الحملة بكافة المعدات. مدير عام صندوق النظافة والتحسين منصور وادي أكد أن الصندوق وبرعاية محافظ المحافظة اللواء ركن أبو بكر حسين سالم ماضيا في تنفيذ مثل هذه الحملات، شاكرا قيادة مصنع اسمنت الوحدة على تدخلهم ودعمهم لهذه الحملة، داعيا الجهات المختصة والمنظمات ومركز الملك سلمان إلى التدخل المماثل وتوفير معدات وأدوات عمل ومكبات للنفايات في المحافظة. تستهدف الحملة التي ستستمر 4 أيام وستعمل على رفع المخلفات الصلبة والسائلة، تليها حملات رش ضبابي ورذاذي كلا من جعار عاصمة مديرية خنفر والحصن وباتيس وصولا إلى قرى ومدن الكود والمخزن. شخصية اجتماعية من المنطقة أشادت بالحملة وبراعيها وبداعمها وتمنت من إدارة مصنع الإسمنت المساهمة بحل مشكلات طريق جعار باتيس المسببة معاناة كبيرة للناس والمعدات. نشكر السلطة المحلية بما قامت فيه بتنظيف هذا الشوارع من الغمامة، ونشكر مصنع الإسمنت بقوم بتنفيذ هذا الشيء لصالح المنطقة، وفي وجزاه الله خير على ما يقوم فيه، ولو كمان بيقدر يتكرم فوق ما هو قائم بترقيع هذه الأمر اللي على الخطوط ناتجة عن القواطر الكبيرة اللي تسبب الضغط على الدامر، يعني إن شاء الله ربك يسر الأمور معاهم.
نشكر المحافظ على قيامه بهذا الشيء واهتمامه بالشعب. ردفان عمر، قناة عدن الفضائية، محافظة أبين. انتهت النشرة مشاهدي الكرام، عودة للتذكير بأبرز العناوين. فخامة رئيس الجمهورية يتلقى عددا من برقيات التهاني بمناسبة ذكرى الوحدة اليمنية. ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 193 حالة، بينها 33 حالة وفاة. وقوات الجيش تسيطر على مواقع جديدة شرق مدينة الحزم بالجوف، ومصرع عدد من القيادات الحوثية بمحافظة الضالع. بسم الله الله أكبر. مشاهدينا الكرام، وصلنا نحن وإياكم إلى أختام نشرتنا الإخبارية لهذه الليلة. نلتقي نحن وإياكم في نشرات إخبارية قادمة. حتى ذلك الحين، دمتم ودام الوطن بألف خير وسلامة. إلى اللقاء.